أحب أن أوجه رسالتي لكل من يسمعني، وهي رسالة من القلب ومن الأعماق، ممزوجة بالحب والمودة والتقدير والشكر والامتنان والعرفان للجميع. نقول لهم: كلنا مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه الجائحة الخطيرة وهذا الفيروس المنتشر في الأرض وفي بلادنا أيضا، كلنا عليه واجب في دفع هذا الوباء وعدم انتشاره، وذلك بالبقاء في المنزل، لزوم البيت، القرار في البيوت. لكي تفتح الأبواب أغلق عليك الباب. هذه المبادرة العظيمة، هذه الحملة الكريمة التي تجسد مسؤوليتنا المجتمعية والوطنية والصحية والأمنية المشتركة في أننا نتعاون جميعا في دفع هذا الوباء عن أنفسنا وعن وطننا وعن بلادنا وعن المسلمين والعالمين أجمعين، أن نلتزم بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي يحثنا عليها ولاة الأمر حفظهم الله. والسمع والطاعة لولاة أمرنا أمر واجب. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقد وجهنا خادم الحرمين حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين والجهات الأمنية والجهات الصحية جميعا في أننا نتعاون ونتكاتف ونتناغم ونتكامل في القيام بمسؤوليتنا المشتركة، ولنعلم أن البقاء في المنزل والقرار في البيوت هو السلاح المضاء في عدم انتشار هذا الوباء. فالزم بيتك وكن حلس بيتك وليسعك بيتك، وأنت واجد في بيتك من البرامج المتعددة العظيمة، لا سيما الدعاء